قبل ما اتكلم عن او قبل ما اكمل كلامي على منتخبنا الوطني امبارح، الحقيقه فوجئنا بامور كثيره جدا فيما يحدث، او بعض المواقع وبعض الجرائد وبعض القنوات التلفزيونيه الخاصه والحكوميه اتكلمت على شيء. هل هو صحيح؟ هل هو خطا؟ ايه اللي حصل؟ هل من الممكن ان يكون هناك حكم واحنا ما نعرفش مثلا يعني، او المستشار القانوني للنادي الاهلي ما يعرفش عنه حاجه؟ حاجات غريبه جدا بنسمعها من امبارح للنهارده، او من اول امبارح لغايه النهارده. امبارح في هذا البرنامج ومن قبله طلعنا واتكلمنا عن ان الامور كلها غير صحيحه. طيب بما ان انا ما بفهمش في القانون، وبما ان عدد كبير او القانون له اساتذته وله الناس اللي بتقدر تتكلم فيه، انا مش هقدر اتكلم في حاجه قانونيه، ومش هقدر اشوف ايه اللي بيحصل في الكلام اللي حضراتكم عارفينه من امبارح او من اول امبارح بالليل لغايه النهارده. كلام كتير جدا فيما يخص القضايا المرفوعه من الكابتن محمود الخطيب ومن النادي الاهلي ضد احد اللي بيغلطوا، ناس واحد من الناس اللي بتغلط في النادي الاهلي وفي الكابتن محمود الخطيب. طيب ايه اللي حصل؟ خلينا نروح لاستاذ الموضوع او المستشار القانوني للنادي الاهلي المستشار محمد عثمان. برحب بيك يا فندم. مساء الخير يا كابتن اسلام، وعلى حضرتك وكل مشاهدينك الكرام، وان شاء الله بالتوفيق بكره لمنتخبنا الوطني في مباراه السنغال باذن الله. يا رب ان شاء الله. كان نفسي طبعا اتكلم عن المنتخب، ولكن سياده المستشار احنا من امبارح لغايه النهارده او من اول امبارح لغايه النهارده، على الرغم من صدور بيان من حضرتك فيما يخص القضايا المرفوعه من الكابتن محمود الخطيب ضد البعض في من يحاول او في من سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ولكن خرج البيان ومع ذلك هناك حاله من اللغط غريبه جدا. فانا الحقيقه انا ما بفهمش في القانون يا فندم، ونفسي ان حضرتك توضح للجمهور النادي الاهلي من خلال قناته كل الامور بشكل مبسط على قد ما نقدر يا فندم. طيب خليني اوضح لحضرتك سبب صدور البيان بالامس. نعم. هي مساله مش مرتبطه باحكام قضائيه، الاحكام القضائيه طبعا احنا لا نعلق عليها وبنحترمها وبنقدرها. نعم. انما بسبب سقطه اعلاميه، يعني سقطه اعلاميه جسيمه، خاصه ان هناك خبر نشر بالامس ببعض المواقع، ومواقع للاسف الشديد هي مواقع معتبره. طبعا بعد التاكد من عدم مصداقيه هذا الخبر، جميع هذه المواقع حذفت الخبر، لكن للاسف الشديد ان التلفزيون المصري ممثل في احد القنوات الرئيسيه نقل هذا الخبر. طبيعه الخبر خطورته مش في مضمونه، لا، الصوره اللي تم بيها نقل الخبر، ان اول الخبر بيقول قضت المحكمه الاقتصاديه ليوم الاحد. اذا احنا بنتحدث عن جلسه كانت في المحكمه الاقتصاديه امس الاحد، لا قطعا ويقينا لم تكن هناك ثمه جلسات في المحكمه الاقتصاديه بالامس، ده قولا واحد. معلش يا فندم تاني. طيب. قطعا ويقينا لم تكن هناك اي جلسات او اي قضايا منظوره امام المحكمه الاقتصاديه بالامس. طيب ادي اول موضوع يا فندم. في ايضاحنا او في بياننا ربنا وضحنا احد القضايا اللي ورد رقمها في هذه المواقع، رقم هذه القضيه احنا اشرنا ليه في البيان، وقلنا ان هذه القضيه محفوظه للحكم بجلسه 27/4/22 في المحكمه الاقتصاديه. طيب هل هناك حكم في هذه القضايا صدر بالبراءه؟ نعم، في احد هذه القضايا في 26 ديسمبر الماضي صدر حكم محكمه اول درجه بالبراءه، والى ان النيابه العامه طعنت على الحكم للخطا في تطبيق القانون، وتحدد له جلسه 7 مارس امام الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، وقررت المحكمة حجز هذه القضية للحكم لجلسة 6/4 القادم. ده على ما افهم يعني هو ده الاستئناف يا فندم. بالظبط كده. وبالتالي ما لا يجوز ان احنا نتناول امر منظور امام المحاكم او تفاصيله، انا بس بستعرض لحضرتك تفاصيل مرتبطة بالسقطة الاعلامية التي حدثت بالامس، خاصة من التلفزيون، دون تحقيق ودون تدقيق ودون الاستساق ان يتم نشر الخبر واعلانه بهذه الصوره، يعني دوت يعني دي هذه الجزئيه اللي احنا عملنا البيان عشان نوضحها للناس. طيب طبيعه بقيه القضايا ايه؟ احنا في الحقيقه عندنا 5 قضايا متداولين امام المحاكم، واحده منهم اللي هي اشرت اليها ومحجوزه الحكم 6/4، وعندنا
قضيتين محجوزين للحكم في 27/4/22 دول في المحكمه الاقتصاديه، وعندنا قضيتين اخرتين منظورين امام محكمه جنح العجوزه ومحدد لهم للحكم جلسه 17/4. اذا خمس قضايا في المحاكم. القضية الأولى هي مرتبطة بتناول شخص الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان، والأربع قضايا الأخرى مضمونهم أو مرتبطين بالتعرض لأسرة الكابتن محمود الخطيب، وهذه القضايا جميعا محجوزة للحكم وعلينا أن ننتظر فيها حكم القضاء. طب يا فندم، امبارح بعد ما حضرتك طلعت البيان، وطلع البيان فيما يخص القضايا اللي حضرتك بتتكلم فيها ورقم القضايا اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي حضرتك وضحته بما لا يدع مجالا للشك ان بالفعل في شهر 12 في 21 طلع حكم بالبراءه، ولكن النيابه العامه طعنت على هذا الحكم وبالتالي يلغى الحكم وننتظر الاستئناف ماذا سيقول. ده كلامي مظبوط يا فندم ولا؟ مظبوط مظبوط. وهذه طيب. القضيه محجوزه للحكم جلسه 6 ابريل. محجوزه للحكم يوم 6/4 ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص، يبقى ده الموضوع الاول. طيب، فيما يتعلق بان هناك البعض بيحاول ان هو يقول ان هيقرا هذا المنطوق او منطوق الحكم اللي بيقول ان هناك براءه بعد مباراه مصر والسنغال، راي حضرتك ايه في هذا الامر؟ احنا قلنا ان في بالفعل حكم صدر بالبراءه، يقرا او ما يقراش مساله مردها اليه، لكن ده في شهر 12 اللي فات يا فندم. وخلي بال حضرتك برضه نشرت على كل المواقع والراي العام ولم نعلق على الحكم، لان احنا بنحترم. لا، احنا ما بنعلقش على الحكم طبعا. طبعا احنا بنحترم ما يصدر عن المحاكم من احكام، والنيابه ارتأت ان هناك خطا في تطبيق القانون وبالتالي طعنت عليه ومنظور امام المحكمه. مساله حد يقرا حكم او يتناول حكم، هذا شأنه من يتناول أمر منظور أمام المحاكم أو القضاء بتفاصيل تؤثر على المحاكم، هذا شأنه عليه أن يتحمل مسؤوليته القانونية. تمام يا فندم، دي تاني حاجة. إذا إحنا أول حكم هننتظره في كل أو الخمس قضايا اللي مرفوعة هيبقى أول حاجة يوم 6/4 إن شاء الله. إن شاء الله 6/4. قبل كده مفيش أي حاجة. نعم؟ قبل كده يا فندم مفيش أي حاجة. لا لا، انا بقول لحضرتك تاني، الخمس قضايا 6/4 للحكم، القضيه اللي قضيه فيها البراءه او النيابه استأنفتها، ثم قضيتين في جنح العجوزه مرتبطين بتناول اسره الكابتن محمود الخطيب محجوزين للحكم 17/4. تمام. في قضيتين اخريين محجوزين للحكم 27/4 في المحكمه الاقتصاديه، بالاضافه لثلاث قضايا ما زالت محل تحقيق وتنتظر تحديد جلسات فيها تم تحقيقها تماما. نعم. وننتظر فيهم تحديد جلسات. ده ملخص للصورة دون الدخول في تفاصيل طبعا لأمور يعني منظورة أو معروضة أمام المحكمة.